وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. إذا نرحب بك في نشرة الأخبار. كيف تصفون هذا التوجيه الكريم وما يليه جلالة الملك المعظم من دعم واهتمام كبيرين للعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين؟ في البداية أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على التوجيه الملكي السامي بتخصيص جميع الميزانيات المخصصة من قبل الجهات الرسمية للاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم إلى الجمعيات والصناديق الخيرية. ونشكر جلالته حفظه الله ورعاه على ثقته الغالية بالمؤسسة الملكية وتكليفها بهذه المهمة العظيمة. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدعم الكريم من قبل الحكومة الموقرة. وتقدم بالشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على الدعم والتوجيه المستمر لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. يأتي هذا التوجيه الملكي السامي ضمن مبادرات ملكية متتالية شهدناها على مدار سنوات العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، ليشكل امتدادا للمشروع الإصلاحي ويترجم مبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي. ويجسد هذا التوجيه الكريم تقدير جلالة الملك ودعمه للجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعيات والصناديق الخيرية. نعم. راح يكون لهذه المبادرة دورا هاما في تعزيز العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين لتواصل رسالتها الإنسانية النبيلة وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للعمل الخيري والإنساني. نعم سعادة الشيخ، منذ صدور التوجيهات الملكية السامية ما هي أبرز الخطوات التي قمتم بها؟ فور صدور الأمر الملكي السامي قامت المؤسسة باستلام جميع ميزانيات الجهات الرسمية المخصصة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة، ثم بادرت بالتواصل والتنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية لإيداع المبالغ المخصصة في حساباتهم. من خلال تواصلنا بالجمعيات لمسنا فرحة الجميع بهذا التوجيه الملكي السامي، وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لحرص جلالة الملك واهتمامه الكبير بإسعاد شعبه رعايتهم. وأكدت الجمعيات على التزامها بإدارة هذه المكرمة بأفضل وجه، سألين الله تعالى أن يوفقهم في مهمتهم الإنسانية النبيلة. نعم سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.